اهلا بيكم في الحلقة الثانية والكتاب الثاني من بودكاست كتب مش في المناهج. كتاب النهاردة اسمه Two Awesome Hours، والهدف من الكتاب انه يعرض strategies ازاي نكون من التوب performers. دايما بيسألونا من واحنا صغيرين عايزين تكونوا ايه لما تكبروا؟ الرد بيكون مهندس، دكتورة، عشان ثقافتنا بتحدينا في مجالات معينة، ولما تكون المجالات دي مش مناسبانا ده بيفقدنا ثقتنا في نفسنا، وكأننا بنعيش كده حياة حد تاني غيرنا، وده بيربطنا أكتر ونفضل محلك سر. 43% من الموظفين بتقول إن شغلها سبب رئيسي من همها. ده محتاج يتغير. الشغل محتاج يكون مكان to enrich your inner power، وتقدروا من خلاله to enrich اللي حواليكوا كمان. وهما 5 strategies. أول strategy فيهم عن ال decision، إن الشخص محتاج ياخد قرار في كل مرة يحصل فيها interruption هيعمل إيه بعد ال interruption دي. يعني لو حد عدى عليه وقال له يلا نروح ناكل، الريبلاي بتاعته على الاقتراح ده وعلى الانتربشن ده what he will do next what she will do next هو اللي هيحدد القرار ده، هو اللي هيحدد الافكتيفنس بتاعت الشخص في الوقت ده. تاني استراتيجي هي mental energy، وبيقول ان الشخص لما بيكون بيجاجل ما بين تاسك والتانية اللي احنا بنسميه multitasking ده بيؤدي للفاتيج، بيرهق الطاقة الذهنية اللي عنده، فبالتالي مش هيكون من التوب performers. اللغة مزرجنة معاك ومش بتتجرأ تتكلم قدام حد، لما تنضم لللانجويج كوتشنج كلاب هتعمل براكتس وتصلح اللي بتقع فيه وتكتسب الثقة اللي عايزها، وتلاقي مني المساندة والتشجيع اللي محتاجهم في الرحلة دي وسط أعضاء انريتش كوميونيتي اللي هيكونوا هم كمان بيشاركوك في نفس الهدف ده. ادخل على www.nivinzahirrostom.com و join the coaching club. تالت استراتيجي هي ان الواحد يكونسيدر كل distractions على انها حاجة طبيعية جدا. الdistraction ممكن تيجي لان الواحد ممكن يبقى محتاج بريك، بس في نفس الوقت مهم انه حتى لو اخد البريك ده يعرف ازاي يرجع يريفوكس على التاسك اللي كانت في ايده. فبيقول انه عشان حتى نتجنب الديستراكشنز دي، الحاجات اللي under our control، ان احنا نترن اوف النوتيفيكيشنز، ان احنا ما نكونش فاتحين كل الديفايسز في نفس الوقت. رابع استراتيجي وليها علاقة بالصحة الجسدية، الاكسرسايز بيزود التركيز، والمية والفاتس بيزودوا التركيز، حتى الكاربز بتزود التركيز. قال ان الفاتس والكاربز ممكن بتزود التركيز بس شورت تيرم، لكن الاكسرسايز بيخلي الفوكس لونج تيرم. خامس واخر استراتيجي ليها علاقة بالنويز واللايتس، فلو الشخص قفل الباب او حجز كونفرنس روم عشان التو اوسم اورز دول يحصل عليهم ويكون فعلا مركز، ده هيساعد. واللايتس برضو الإضاءة اللي هي البلو لايت أو البرايت وايت، دول برضو الدراسات أثبتت إن هما بيساعدوا على التركيز. شغلك عامل لك أزمة ومش عارف تبتدي منين، لما تنضم للكارير كوتشنج كلوب هتاخد قرارك برؤية واضحة وتنمي مهاراتك عشان تحققها، وتلاقي مني المساندة والتشجيع اللي محتاجهم في الرحلة دي وسط أعضاء انريتش كوميونيتي اللي هيكونوا هم كمان بيشاركوك في نفس الهدف ده. ادخل على www.nivinzahirrostom.com و join the coaching club. الخمسة استراتيجيز دول بقى الهدف منهم انه الواحد يقدر يحصل على 2 awesome hours في الworking day يساعدوه ان هو يطلع منه top performance اللي هو محتاجه. وعشان اللي بيفرق معايا هو التطبيق العملي من بودكاست وجهة نظر، نشوف ازاي الفايف استراتيجيز دي نقدر نحولهم لفايف اكشن ستيبس نقدر ناخدهم. الديسيجن، يو كان اولويز ديسايد التايم
بتاع الفوكس. ايه هم التو اورز اللي هتحدد وهتحددي ان هم دول الاوسم اورز بتوع التركيز. في استراتيجي برضو للتايم مانجمنت اسمها تايم بوكسينج، ان الوقت بيبقى عباره عن بوكسز كده، كل بوكس جواه حاجه واحده بس هنركز عليها. فممكن نعمل برضو في استراتيجي نمبر 2 المنتل انرجي، نشوف احنا اكتر وقت الفوكس بتاعنا بيكون عالي ايه، وهو ده اللي نعمل فيه اهم التاسكات. فمثلا هنكتب الريبورت ده بدل ما نبتدي بان احنا نفتح الايميلات الصبح مثلا، ده قرار وفي نفس الوقت بيزد على المنتل انرجي، ونكون بنركز على وان تاسك بس، منبقاش فاتحين الريبورت وفي نفس الوقت النوتيفيكيشن شغالة بتقول لنا على النيو ايميلز اللي جاية. عشان كده نمبر 3 الديستراكشنز مهمة ان احنا نترن اوف النوتيفيكيشن دي، ونعمل برضو تايم بوكس تاني للوقت اللي احنا هنفتح فيه النوتيفيكيشن، ونبص على كل الحاجات اللي المفروض جات لنا واحنا في الوقت اللي احنا فوكست فيه ده، ونقدر نكاتش اب عليها. الكتب متراكمة عندك ومش لاحق لا تقرا ولا تتثقف. لما تنضم للبوك كوتشنج كلاب هتخلص 4 كتب في الشهر الواحد وتطبق اللي اتعلمته منهم، وتلاقي مني المساندة والتشجيع اللي محتاجهم في الرحلة دي وسط أعضاء انريتش كوميونيتي اللي هيكونوا هم كمان بيشاركوك في نفس الهدف ده. ادخل على www.nivinzahirrostom.com وتجوين the coaching club. وستراتيجي نمبر 4 البادي هيلث الاكسرسايز، نعمل برضو تايم بوكس مخصوص للفيزيكال اكسرسايز، للوقت اللي احنا عايزين نكون بنتحرك فيه. عارفين زي مثلا الباند الساعة اللي كل شوية بتعمل فايبريت كل ساعة عشان تفكرنا ان احنا قاعدين بقالنا كتير محتاجين نقوم نتحرك. فيو كان يوز ذس برضو از ا ريمايندر، او تحطوا وقت معين في اليوم ده تبقوا بتتحركوا فيه. وخامس استراتيجي النويز واللايت. اللايت ممكن يبقى صعب نتحكم فيه، بس اكيد في كونفرنس روم او في ميتنج روم عارفين ان النور فيها بيبقى برايت وايت، وعارفين انه البلو لايتس عشان كده من سكرينز بيقولوا ما تبصوش على السكرينز قبل النوم عشان بيبقى فيها البلو لايت ده، والبلو لايت ده بيرسل اشارات للمخ يقول له انه الدنيا لسه نهار، انت لسه في الفوكس تايم. فعشان كده you can use التريك دي بانكو ده يزود الفوكس بتاعكم. والنويز لما تكونوا في مكان مغلق، فبرضو تايم بوكسينج حطوا ميتينج تايم، ميتينج سلوت في الجدول بتاعكم كانكو في ميتينج بس عشان تركزوا في التاسك اللي انتوا عايزين تخلصوها دي. وممكن جدا اقترح عليكم برضو ان التو اورز دول ممكن يبقوا كتار قوي، وزعوا التو اورز على اليوم، خلوهم مثلا ساعة وساعة، نص ونص على 4 مرات، عشان يبقى التايم بوكسنج ده واضح جدا قدامكم. واعملوا على الاقل الفايف حاجات دي في التايم اللي انتوا هتقفلوه، وتعملوا بلوكينج، ممكن كمان يبقى تايم بلوكينج مش بس تايم بوكسنج. كل اسبوع في بودكاست وجهة نظر هكون بقدم لكم من خلال كتب مش في المناهج information وانسايت، عشان لما تطبقوها بانديورينج افورت يكون في الاوتكم اللي نفسكم فيه وتتيح ليكم الاوبورتونيتيز.